ما رأي أهل السوق في عام 2014؟ فعلى الرغم من النهاية الحزينة، فلا شك أنه كان هناك تطورات إيجابية للكثير من الشركات. والله شوفي، إذا نتكلم عن الشركات بشكل عام، بالغالب منها عملت على تنظيف ميزانياتها وأخذت مخصصات بما يكفي، بل هناك تخارجات إذا شفنا وتسويات مع البنوك لكثير من الشركات، وهذا أكيد مردوده كان جدا إيجابي على تلك الشركات من حيث الفاليو مالها، من حيث القيمة، من حيث الربحية المتوقعة اللي راح تنعكس أتوقع سنة 2015. طبعا 2014 بعضها النتيجة للتسويات حققت أرباح كبيرة، فلا نتوقع أن هذه الأرباح راح تستمر على نفس المعدل، بس على الأقل راح تكون الشركات خلنا نقول بحالة صحية أفضل. زين، يضاف إلى ذلك يمكن لاحظنا في عدد من الشركات بدأت شوية تدخل في مشاريع مرتبطة بالدولة، وهذه للأسف كانت يعني مو كثيرة، قليلة، بس خلنا نقول في استفادة، لكن ما هي بذاك الحجم. بس بشكل عام أنا أعتقد 2014 استمرار كشركات طبعا وليس كتداول وليس كأسعار بالسوق، كشركات استمرار لتنظيف ميزانياتها، اللي أعتقد إن شاء الله نتأمل أن تكون 2015 هناك استفادة كبيرة نتيجة لهذه التسويات اللي صارت والتنظيف اللي صار. ولا شك أن عام 2014 كان عاما نفطيا بجدارة، سواء في أيام ارتفاعه أو هبوطه، فالنفط هو شخصية العام. وكل عام يشهد العالم في المرحلة الحالية فترة مضطربة من تاريخه، خاصة في منطقة العالم العربي. والعالم العربي ينتج 56% من إنتاج العالم من النفط، كما يمتلك 713 مليار برميل من الاحتياطي العالمي، ولذا فإنه لا يمكن فصل التطورات السياسية عن ما يحدث في سوق النفط. هناك أشياء يعني قد تكون جيوسياسية لا ترتبط فقط بالإنتاج لوحده وقدرة الدول على هذا الإنتاج، وإنما تخضع أيضا للتغيرات السياسية. إنما نحن جميعا كمصدرين ومستوردين أيضا نطمح إن شاء الله تعالى الاستقرار سواء في الإنتاج أو في الأسعار، فليس بالضرورة أن تكون الأسعار العالية في عدم الاستقرار السياسي العالمي جيدة للمنتجين، والعكس أيضا صحيح بأن ليس الأسعار منخفضة تكون أمورها إيجابية في ظل التوترات السياسية. فإحنا كل ما نرجوه إن شاء الله أن الاستقرار السياسي يعكس نوع من التوازن يستفيد منه الجميع، وأن تكون أسعار البترول المرتبطة بإنتاج من وجه آخر تكون أسعار عادلة. وفي عام 2014 وقعت الكويت مشروع الوقود البيئي بقيمة 12 مليار دولار. وفي عام 2014 أصدرت الكويت العملة الجديدة بعد مرور نحو 20 عاما على عملتها القديمة. مثل ما ذكرت، الصفات الأمنية خلال العشرين سنة الماضية منذ الإصدار الحالي اللي هو الخامس تطورت بشكل كبير، لذلك حرصنا على الاستفادة من كافة هذه التطورات وطعمنا الأوراق النقدية بأفضل السمات الأمنية الموجودة في صناعة الأوراق النقدية، سهل التعرف عليها، صعب التزييف في ذات الوقت، حسننا من جودة الورقة ذاتها، العجينة نفسها تغيرت تحسنت، وبالتالي من كل الجوانب حسننا في قوة الورقة النقدية ومتانتها وصفاتها الأمنية كذلك. وقد تم أول إصدار للدينار الكويتي عام 1961 ليحل محل الروبية الهندية التي ظلت عملة الكويت لعقود من الزمان. وفي عام 2014 فقدت الكويت عدداً من رجالاتها الذين ساهموا في بناء الدولة الحديثة، ومن أبرزهم العم محمد عبد الرحمن البحر. برحيل العم محمد عبد الرحمن البحر تودع الكويت آخر رجالات جيل المؤسسين الذين بنوا الاقتصاد الكويتي الحديث.
محمد البحر مؤسس مجموعة البحر الكويتية، أحد أهم وأكبر المجموعات في الشرق الأوسط، وأحد مؤسسي بنك الكويت الوطني، والذي شغل منصب رئيس مجلس إدارته منذ عام 93 حتى وفاته. ولد محمد عبد الرحمن البحر عام 1919 ونشأ في عائلة تجارية عريقة، وساهم في تأسيس الشركة الأهلية للتأمين وشركة السينما الكويتية والشركة الكويتية لصناعة الأنابيب المعدنية، كما ساهم في تأسيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأصبح نائبا للرئيس عام 96. ومجموعة البحر لديها عدة وكالات عالمية، أهمها كاتربيلر وجنرال إلكتريك ويونيليفر. ومجموعة البحر من أهم المجاميع المؤثرة في بورصة الكويت في مجال الاستثمار، وأيضا من أكبر شركات العقار والفندقة والمنتجعات، ولها استثمارات كبيرة حول العالم. محمد البحر كان يمثل جيلا من العمالقة، رحل معظمهم مثل محمد عبد المحسن الخرافي وعبد العزيز الصقر وغيرهم ممن أسسوا أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة. بعد الفاصل، عام 2014 عام المخاطر، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. مثل عام 2014 تحديات أمنية لجميع دول المنطقة، فلا شك أن الاضطرابات والعنف الواقع في العراق وسوريا وظهور داعش كان له أثره في الكويت. يمر العالم العربي بمرحلة فارقة، ربما هي الأخطر في التاريخ الحديث للمنطقة. صراعات عرقية ومذهبية وسياسية، عنف دموي ومؤامرات ومواجهات تشابكت فيها الأطراف والمصالح، وأصبح من السذاجة أن يعتقد أي أحد أنه بمنأى عن الأحداث، فالجميع يقع في مرمى الخطر. رأينا داعش مؤخرا عندما احتلت الموصل، يعني بالأيام الأخيرة هدمت الكنائس وهدمت مساجد الشيعة وحسينياتها، وهدمت أيضا مساجد الصوفية ومساجد أهل السنة. ولا شك أن ما يحدث في العراق بالتحديد وظهور تنظيم داعش أثار القلق لدى البعض. وقد أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح على جاهزية الجيش وأن الكويت في مأمن عن تنظيم داعش، مشيرا إلى أن قوات درع الجزيرة هي المنوطة بحماية دول الخليج. ولكن هذه التطمينات لم تمنع البورصة على سبيل المثال بالتأثر عن ما يحدث في دول الجوار. ولكن الكويت فيها من المحيط الأمني الكبير، أول شيء المعاهدات الأمنية التي أقرت من بعد الغزو الغاشم تؤمن دولة الكويت. اثنين، رجالها وكفاءاتها وقوتها المسلحة صارت أعلى من قبل بكثير حسب ما نسمع. أيضا الموجودات والإمكانيات المالية الناتجة من النفط وخلافه تؤمن مستقبل الكويت وحاضرها. فأنا أعتقد هذا المخاوف غير مبرر ولكن واقعي. ولا شك أن الكويت تأخذ التهديدات الخارجية والداخلية محمل الجد، وقد اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية مؤخرا، فقد تم سحب جنسيات بعض الشخصيات التي يقال أنها تحمل جنسيات دول أخرى، من بينها إعلاميون ونائب أمة سابق. وعلى خلفية التحذيرات التي أطلقت حول بعض الجمعيات التي تجمع تبرعات والتي قد تتجاوز حدود العمل الخيري، فلقد تم إغلاق بعض اللجان الخاصة بجمعية الإصلاح، في إشارة إلى أن الكويت بدأت تكشر عن أنيابها، وقد انطلقت بعض الأصوات تحذر من جماعات في الداخل تعمل ضد صالح الكويت. واضح أن هناك حزب سياسي على مستوى العالم والدول العربية يريد أن يسيطر على مقدرات الدول العربية، واضح. والله يعني أنا شخصيا يعني كنت يمكن لا أزال لا أؤمن بنظرية المؤامرة، ولكن ما يحصل الآن يجعلني أشعر أني على خطأ. فهناك يعني فعلا مؤامرة تراها يعني رؤية العين يعني. ويتابع المواطن الكويتي ما يدور من أحداث وتطورات في حيرة، وهو يتساءل كيف وصلت المنطقة إلى هذا الحال المزري. من المسؤول عن كل هذا العنف والخراب ولماذا؟ ومن المستفيد من تحويل المنطقة إلى بؤرة صراعات تشغله عن التنمية والتقدم وتجعله يكرس كل جهده وموارده للدفاع عن أمنه ووجوده؟ للأسف بوجود المغريات الكثيرة في
الدول المجاورة، فممكن يكون في تهديدات على الكويت من خلال التحديات اللي قاعد تصير في مثل الوضع في العراق والوضع في سوريا والوضع، وللأسف اللي ممكن تكون في بعض الأشخاص، ولا نقول الكل، بعض من الناس اللي عندهم انتماءات خارجية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين حتى، وللأسف يعني احنا نقول الله يحفظ الكويت من كل شر. يعني هم الإرهابيين ناس ما يخافون الله ولا يتورعون عن فعل أي شيء، وما دام يعني هذا الإرهابي إذا كان يهدد دول مثل سوريا أو الأردن أو العراق أو أي دولة، فما في شك أنه لا نستبعد أنه يهدد أمن الكويت. بس نقول والله الحمد أن الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما أخذ كل الاحتياطات. والله الحكومة مو مقاصرة، بس أنا ما أقول لك الشعب كله، بعض الشعب مو حاسين بالنعمة اللي هي فيها. يكفي نعمة الاستقرار والأمان، تنام مرتاح ما تحس بشيء، حتى الباب لو مبطل ما تحاتي، فهذا هو أحسن شيء. الإنسان اللي فاقده يحس فيه، بس حنا ربعنا بعضهم، ما أقول لك أنا الشعب كله، بعضهم شباعة. أتمنى من الشعب الكويتي بس أنه يتكاتف الكل وما يتأثر بأي دسائس قاعد تحاول تدخل وتسوي فتنة أو تسوي الفتنة بين الشعب. إحنا بالآخر شعب كويتي، إحنا كويتيين ننتمي كلنا لآل الصباح، لحكم آل الصباح. ماكو فرق بين مذهب ومذهب، كلنا شعب واحد، إحنا كويتيين بالدرجة الأولى. والله يعز الكويت، أنا من غير الكويت ما أسوى ولا فلس. مالي غير الكويت، وين يعني ما عندي غير الكويت، واظن حتى انتوا او اي واحد يعني الوافدين، فما بالك الكويت يعني وين عنده بلد غير بلده يعني. طبعا احنا اذا بنروح نسافر يعني اسبوع او 10 ايام احنا نشتاق ونرجع بسرعه يعني اساس انه، وان شاء الله الجميع ان شاء الله تهدى الامور بكل مكان ان شاء الله، في سوريا وفي العراق وفي جميع الدول الاسلاميه. الله ان شاء الله يهدي الامور ان شاء الله وترجع مثل ما هي ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. والله انا اقول اللي بعض الشعب والشعب كله طبعا، يا اخواني ويا اخواتي ويا عيال، حافظوا على الدوله هذه قد ما تقدرون. والله نسافر نروح ومستانسين، شايف 20 يوم بس كفايه نبي نرد ديرتنا. حكومتنا مو مقصره لا من صغير ولا كبير. كرم العالم الكويت في شخص أميرها صاحب دبلوماسية العطاء، والذي رفع اسم الكويت عاليا في جميع أنحاء العالم من خلال المنح والمساعدات والتي جعلت من العالم عالما أفضل. This is a very small and modest way of expressing our deepest thanks to His Highness. التكريم العالمي الذي قدمته الأمم المتحدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح باعتباره قائدا للعمل الإنساني هو في جوهره رسالة تقدير وإشادة كونية للمبادئ التي كرسها طيلة مسيرة عمله الممتدة لأكثر من 50 عاما، وهو احتفاء بأنسنة المدرسة الدبلوماسية التي أسسها والتي غدت مرتكزا رئيسيا في خطاب الكويت مع العالم، فجنت ثمارها في أحلك المواقف وأصعب الظروف، وما تزال تجني تلك الثمار باعتراف عالمي بأنها أي الكويت مركز للعمل الإنساني العالمي، خاصة وأنها أصبحت عاصمة للمانحين وعاصمة لمساعدة الشعوب المنكوبة العربية والإفريقية وعاصمة للإغاثة شرقا وغربا. إن هذا التكريم الذي حظينا به هو تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم الخيرة في البذل والعطاء والممتدة منذ القدم والتي ستظل مستمرة إن شاء الله. وفي الاحتفالية الكبيرة التي تابعها العالم وشاركت فيها نخبة من كبار الشخصيات العالمية وممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجهود الكويت وأميرها غير المسبوقة في العمل الإنساني الدولي من أجل الإنسانية وبعيدا عن المآرب السياسية والمصالح الذاتية. This is a great humanitarian day. We are sitting together with the great humanitarian leader of our world.
تعبر الكويت عن إنسانيتها بدعم واستضافة الكثير من الحراكات العالمية، وقد دخلت التقويم الإنساني العالمي باحتضانها لثلاث مرات مؤتمر الأمم المتحدة للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل، واستضافت كذلك المؤتمر الدولي الأول والثاني للمانحين من أجل سوريا، وتبرعت خلالهما $800 مليون لدعم الوضع الإنساني هناك. واستضافت الكويت قمما دولية لدعم العراق والسودان، ونظمت واستضافت حراكات عربية وعربية إفريقية تهدف إلى مد جسور التعاون لدعم التنمية في البلدان الفقيرة، وتبرعت بالمليارات من أجل دعم الإنسان في بلدان أقل حظا في غزة ودارفور وليبيا والصومال وباكستان وهايتي وإندونيسيا وتايلاند والفلبين والبوسنة. إن المجتمع الدولي الذي احتشد يوما للدفاع عن قضية الكويت العادلة هو ذاته الذي يحتفل اليوم بقيادتها ومنهاجها الفريد في لعب دور إطفائي إنساني وإغاثي عنوانه التدخل من أجل إحلال السلام وإنقاذ الإنسان والترفع عن سياسات المصلحة والاستقطاب. كل عام والكويت وشعبها وأميرها وجميع مشاهدينا بخير، ونراكم الأسبوع القادم بإذن الله.